إذا رأى الإنسان ما يعجبه فهل يقول ما شاء الله تبارك الله، أو ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله، أو ما شاء الله تبارك الله، وهل كلها صحيحة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا رأى الإنسان ما يعجبه في ماله فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما في قصة صاحبي الجنتين حين قال له صاحبه ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما في قصة صاحب الجنتين حين قال له صاحبه فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا إذا رأى الشيء في ماله، إن رآه في غيره فليقل بارك الله عليه أو كلمة نحوها. وإذا رأى ما يعجبه من أمور الدنيا فليقل لبيك إن العيش عيش الآخرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، فيقول لبيك أي إجابة لك، ثم يقول إن العيش عيش الآخرة، من أجل أن يوطن نفسه على أن الدنيا مهما كانت فهي زائلة ولا عيش فيها، وإنما العيش حقيقة في الآخرة. نعم.